السلام عليكم ورحمة الله. مع الفيديو السادس من الكورس الاحترافي لبرنامج Altium لتصميم الدوائر المطبوعة. قبل ما نبدأ يا شباب في الكورس بتاعنا، يا ريت أول ما ندخل على الفيديو الخاص بالدورة، أول ما ندخل على قناتي على اليوتيوب، يا ريت كلنا نعمل سبسكرايب من الزر ده، أو مثلا لو أنت في أي فيديو مثلا زي الفيديو ده هنا على القناة هتلاقي هنا سبسكرايب، هتلاقي هنا شباب في حاجة اسمها السبسكرايب، المفروض ان انت تضغط عليها يا شباب عشان بعد كده وتفعل الجرس ده، عشان اي فيديو انزله المفروض هيجي لك اشعار هنا كده يقول لك ان انا نزلت فيديو جديد. وطبعا لما انت تعمل سبسكرايب للقناة ده بيساعد في ان القناة تنتشر، وطبعا ده يبقى صدقة، زي صدقة جارية ليك ان انت بتساعد في نشر العلم. نبتدي يا شباب دلوقتي نرجع للدائرة اللي كنا صممناها المرة اللي فاتت. كنا وصلنا إن إحنا صممنا الشكل اللي قدامنا ده، وعرفنا إزاي نقسم الاسكيماتيك بتاعتنا لعبارة عن أجزاء، بحيث إن أي حد يراجعها ورانا أو أي حد يبص في السيركت يبقى فاهم إن ده جزء الباور، ده جزء الكنترول، ده جزء الأوتبوت. بعد كده عرفنا يا شباب إزاي ننقل الاسكيماتيك دي للبي سي بي. زي ما احنا شايفين هنا كده هنيجي من قائمة فيو نعمل فيت دوكيومنت، فهيبين لي كل حاجة، هيبين لي العناصر بتاعتي مع البي سي بي. طيب يا شباب دلوقتي المفروض ان العناصر دي هرصها في البوردة هنا، يعني الاسمر ده يا شباب، الاسمر ده البوردة بتاعتي اللي المفروض ان انا هطبعها واشتغل عليها، والكومبوننت دي هجيبها ارصها على البوردة. تمام. طيب Altium بيقدم لك ميزة سهلة جدا ان انت ترص اي دايرة مهما كانت معقدة بسهولة جدا. تعالوا نشوف يا شباب ايه الميزة اللي Altium بيقدمها لي تقدر تخليني ارص اي دايرة معقدة في ثواني. تعالوا بص كده يا شباب، هاجي هنا كده هضغط شيفت، هضغط من الكيبورد شيفت وابتدي اضغط بالماوس كده اعلم على الكومبوننت، يعني انا دلوقتي ضغط شيفت لسه وهعلم على الكومبوننت دي. تمام. وبعد كده هعلم على الكومبوننت دي، بعد كده هعلم على الكومبوننت دي، وعلم على الكومبوننت دي. تمام. يبقى انا يا شباب ضاغط شيفت وابتدي اعلم على الكومبوننت اللي انا عاوزها. تمام. طيب بعد كده هسيب الشيفت يا شباب واروح للبي سي بي. بعد كده من قائمة تول هاجي هنا كده هلاقي حاجة اسمها كومبوننت بليسمنت، اعمل ريبوزيشن سيلكتد كومبوننت، ريبوزيشن سيلكتد كومبوننت. اضغط كده يا شباب هلاقي ان الكومبوننت هتبتدي تجيلي لوحدها بالترتيب بالظبط زي ما اخترتها في الاسكيماتيك. تمام. يعني اول ما احط دي كده يا شباب هلاقيه جاب لي على طول الكومبوننت اللي بعدها اللي انا مختاره هناك في الاسكيماتيك بنفس الترتيب اللي انا مختار بيه. احط دي كده يا شباب هلاقيه جاب لي اللي بعدها. تمام. طبعا دي ميزه يعني بتوفر وقت كبير جدا، بدل ما تروح بقى في التول اللي هي الحمراء دي وتقعد تدور على الكومبوننت، لا هو بيبتدي هو يجيب لك الكومبوننت زي ما انت عاوزها من الاسكيماتيك. تمام يا شباب كده خلاص دول الاربع كومبوننت اللي انا اخترتهم من الاسكيماتيك. تمام. جولي هنا ورصيتهم زي ما انا عاوز في البي سي بي بتاعي. طيب يا شباب في بعض الناس هيجوا يعملوا الميزه دي مش هتشتغل معاهم. ليه؟ لازم يا شباب تفعل الخاصية دي من برنامج Altium الأول، قبل ما تستخدمها لازم تروح تفعلها الأول. هتلاقي هنا من قائمة Tool هتروح على Preference، تمام، هتروح على System، تختار حاجة اسمها Navigation، هتعلم على دي يا شباب، هتلاقيها مش متعلمة عندك، هتعلم عليها. لو أنتم مش شايفينها يا شباب أهي، هتبتدي تعلم على الاختيار ده اللي هو الكروس سيلكشن. بعد كده يا شباب تضغط اوكي، هتلاقي الميزه دي اشتغلت معاك عادي بكل سهوله. طيب يا شباب انا دلوقتي خدت الكومبوننت ده والثلاثه كومبوننت دول، فاضل التايمر وفاضل الكومبوننت دي يا شباب. انا ضغط شيفت دلوقتي اهوت وابتدي اعلم على الكومبوننت اللي ناقصه كده. تمام. وابتدي اروح للبي سي بي يا شباب من قائمه تول كومبوننت بليسمنت ريبوزيشن سيلكتد كومبوننت، هحط التايمر هنا. تمام.
وهرص الكومبوننت التانية هنا يا شباب. طبعا يا شباب انا بلف الكومبوننت كده من السبيس من المسطره. طيب كده مثلا يا شباب، بعد كده هجيب ادي المقاومه اللي بعدها تمام، واحط دي هنا كده يا شباب. خلاص كده انا رصيت الدايره، ما كملتش يعني ثواني معدوده بالظبط، رصيت الدايره بتاعتي ما فيهاش اي مشكله. ممكن يا شباب اجيب الاي سي في النص كده، اخلي بحيث يبقى الدايره شكلها افضل. اجيب الاي سي بتاعي هنا في النص، واخلي مثلا الكباستور ده هنا، واجيب الليدات دي تحته كده. ممكن اعلم عليها كلها كده يا شباب، واضغط ضغطتين واشد الكومبوننت كلها مع بعضها تمام، واخلي دي مثلا مقاومة هنا تحت. طبعا ممكن وانا بشد المقاومة كده اضغط سبيس فتلف معايا، لو انا بشدها كده يا شباب اهو، اضغط سبيس فتلف معايا المقاومة. بعد كده اضغط عليها ضغطتين واشدها هتيجي معايا برضو عادي. وهنا يا شباب ممكن اجيب المقاومة دي هنا مفيش مشكلة. طيب دايما يا شباب خلي الباور او اي انبوت في الدايرة يكون هنا على الشمال تمام، واي اوتبوت خليه على اليمين. يبقى اي روزيتا للباور او لاي انبوت عندك سنسورز او اي حاجة خليها على شمال البوردة، واي اوتبوت عندك زي مثلا لو انت بتشغل لود، بتشغل مثلا اي سي لود، بتشغل لمبة، بتشغل اي حاجة، خلي الروزيتا بتاعتها على يمين الدايرة تمام.